بيان ريحان، عمري 33 سنة، حاليا أشغل منصب منسقة مجموعة الناجيات السوريات. سابقا كنت طالبة في جامعة دمشق كلية الآداب قسم الجغرافيا، هذا ما قبل الثورة، إضافة لكوني مدرسة لمادة الاجتماعيات في المدينة ومتطوعة في الجمعية الخيرية مدينة دوما. فأول مرة تم اعتقالي كان بتاريخ على ما أعتقد 17/1/2012، كنت برفقة صحفيين أجانب لتغطية المظاهرات في مدينة دوما. بعد خروجنا من المظاهرة تعرض لنا حاجز طيار، أعتقد أنه هو تابع لفرع الخطيب، تم توقيفي فقط 5 ساعات تقريبا. طلعت بسبب وجود الصحفية الأجنبية معي، وهي اللي كان سبب بإطلاق سراحي. طبعا المرة الثانية للاعتقال كان بتاريخ 25/9/2012، اعتقلت في شارع بغداد في دمشق من قبل سرية المداهمات التابعة لفرع كفرسوسة رقم 215. بقيت شهر كامل في الاعتقال، خرجت عن طريق صفقة التفاوض اللي تمت ما بين الجيش الحر هذيك الفترة مع النظام وإيران لإطلاق سراح 48 أسير إيراني ضابط كانوا موجودين لدى فصائل الجيش الحر. أول تهمة كانت المشاركة بأعمال ضد الدولة، تنان هيبة الدولة، تنسيق للمظاهرات، الخروج من المظاهرات، التواصل مع الصحافة الأجنبية. هلأ نحن كسوريين يعني أصعب شيء بسوريا تتعرض له الاعتقال، تمام؟ فلما أنا عشت الاعتقال وطلعت، فأنا أساساً كسر شيء جواتي اللي هو حاجز الخوف، تماماً ما عاد صف عندي حاجز الخوف. أنا لما طلعت ما طلعت عانيت لا من عقد نفسية ولا من مجتمع شافني كأنه بنت إنه تعرض للاعتقال أو كذا، لا بالعكس لما طلعت كنت إنه بطلة ثورية كانت معتقلة سياسية عند النظام السوري، وطلعت لمدينتي، رجعت تابعت نشاطي. أنا ما شفت أي صفة إنكار للوضع اللي كنت فيه، ولا حدا اتهمني أو نظر لي نظرة ريب أو شك أو كذا، لا بالعكس أنا حتى بلشت أطلق التهاني. البعض من رفقاتي صار يجيبوا لي هدايا بمناسبة خروجي من الاعتقال، في معايدات كتير إجتني يعني إنه بمناسبة طلعتي بالسلامة. بذكر منها يعني إنه رزان زيتوني بهذيك الفترة بعد بالضبط 20 يوم من اعتقالي، عفوا لما طلعت من المعتقل، اجت وباركت لي، يعني كنت موجوده بدوما، اجت باركت لي بطلعتي. فانا ما عانيت من قصه انه انا كنت معتقله سابقا والمجتمع رفضني وكذا، لا لا ابدا ابدا، بالعكس كان تعامل الوسط المحيط معي كان يعني جدا مشجع جدا محفز، كان تعامل ايجابي، ما كان في شيء من السلبيه ابدا. حتى انه انا كنت اجرأ باني انا اطرح الجواب انه احنا لم نتعرض للاغتصاب، يعني عم بحكيها وانا قويه. فنحن شوي عطينا مفهوم مختلف عن حالة الاعتقال بالسجون السورية، لأنه النظام أساساً هو كرس هي الفكرة عند الناس ليبعد النساء عن العمل السياسي والحراك السياسي. إضافة أخيرة بتمنى هلأ فعلاً حالياً من خلال عملي كمنسقة مجموعة الناجيات السوريات نقدر نقدم ملفات الناجيات من الاعتقال لنحاكم النظام السوري ومحققينه وسجانينه ضمن المحاكم العدل الدولية.